السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتعلم فيه الحواس باللغة الفرنسية. إن كانت مرتكم الأولى على القناة فالمرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات التي نقوم بنشرها على القناة. والآن لنبدأ. الحاسة الأولى حاسة الذوق، لوغو لوغو لوغو. حاسة السمع، لوي لوي لوي. حاسة الشم، لودورا لودورا لودورا. حاسة البصر، لا فو لا فو لا فو. حاسة اللمس، لو توشي لو توشي. الأفعال المستعملة مع كل حاسة هما: بالنسبة لحاسة الذوق، goûter goûter. بالنسبة لحاسة السمع نستعمل الفعل écouter entendre écouter entendre. بالنسبة لحاسة الشم نستعمل الفعل sentir sentir sentir. وبالنسبة للبصر نستعمل الأفعال regarder voir regarder voir. بالنسبة لحاسة اللمس نستعمل الأفعال toucher sentir toucher sentir. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.